الوضع في غزة بقى صعب جدا، كل يوم والتاني عدد كبير من الشهداء بيسقط، أعداد المصابين كل شوية بتزيد بشكل غير مسبوق، كارثة بكل ما تحمله الكارثة من معنى. في ظل الحالة الصعبة دي احنا شايفين المرأة الفلسطينية واقفة ثابتة، وتد مدبوب في الأرض، هي اللي مثبتة الرجال اللي حواليها والأطفال اللي حواليها، هي اللي مربية الأطفال اللي احنا شايفين بطولاتهم الرهيبة دي. عايزين نعرف ازاي بتتعامل مع الظروف القاسية، خصوصا مع الأبناء، خصوصا مع الأهل. الوضع صعب جدا. صحيح، كلام كتير جدا ممكن نقوله عن المرأة الفلسطينية في ظل أحداث القصف الأخيرة. المرأة هي أيقونة القضية الفلسطينية كأم وأخت وكاتبة وصحفية وإعلامية بتشتغل على الأرض. المرأة الفلسطينية بتعلمنا دروس كتيرة جدا جدا. معانا في الاستوديو النهاردة الأستاذة نجوى اقطفان، وهي كاتبة وإعلامية فلسطينية معانا في القاهرة. صباح الخير على حضرتك. صباح. أولا صباح. وقبل كل حاجة عايزين نطمن على الأهل والأسرة والناس اللي موجودين في غزة. الأهل هناك إلى حد ما الحمد لله، يعني لما بنبعت لهم رسائل بحكونا إحنا الحمد لله، يعني على قيد الحياة، ما بنتنفس، موجودين لحد الآن إحنا بالحياة، يعني بندعي ربنا إنه الله يسلم. بس يعني هاي المسجات أو الحاجات اللي إحنا بنحاول إنه إحنا نطمن من خلالها عليهم، طبعا بيكون بعد فترة ما فيش وسائل اتصال موجودة. يعني كان في كلام انقطاعات لشبكة الاتصال، في مشاكل في المكالمات أو الاتصالات، ده بتواجهيه ولا موجود؟ لا موجود يعني. موجود حتى الاتصال المباشر فيهم موجود، ما فيش اتصالات، ما فيش شبكة، حتى الناس هناك كمان عندها قلق وخوف من عملية إنه أنت لما تتصل ويردوا عليك إنهم يعرفوا مكانهم فيتم استهدافهم. الاحتلال برضو في عنده نوع من الخبط شوية، إنه صار يعمل رسائل إلكترونية بصوت أهلنا هناك، بحيث إنه يعرف كيف يوصل لهدول الناس بقى مكانهم ويتم قصفهم. AI بقى يعني هذا كمان بقى صار صعب علينا كمان إنه إحنا نتواصل معهم تليفونيا عشان ما يحصلش أي أذى لإلهم. عم يعني نستنى بس إن هم يردوا علينا بالمسجات اللي سواء كان على الواتساب أو على الفيسبوك. ده مجمل اللي بيصير. بتتواصلوا ازاي؟ متفقين على حاجة عشان تعرفوا؟ لا ما فيش، احنا بنضمط كل يوم كل شوية، يعني كل كم من ساعة بنبعت انتوا بخير طمنونا، انتوا بخير طمنونا. ممكن يردوا عليك بنفس اللحظة، ممكن يردوا عليك بعديها بيومين بثلاثة بأربعة. انت بتضلك كل هاي الفترة قلق، خايف يكون صار لهم اشي. ضلنا قاعدين على شاشة التلفزيون نتبع نشوف مين البيت اللي انقصف، مين العائلة اللي راحت. كل هاي الأمور بتضلك أنت متبعها 24 ساعة لتطمن على أهلك جوا. الصور اللي بتجينا وبنشوفها على الشاشات، المرأة الفلسطينية بتقوم بدور عظيم، دور يعني يعلمنا وبناخد منها دروس كتيرة جدا في الجلد والصبر والإحساس أنه أنا مش هسيب أرضي، مش هسيب بيتي، مش هسيب إخواتي وأهلي. يعني إحنا بنشوف شوية مشاهد فعلا مش طبيعي، إن إحنا نشوف مرأة في ظل أهوال القصف والحرب بتقوم بدورها على أكمل وجه. المرأة الفلسطينية من 48 وهي شايفة أولادها حواليها وزوجها وعيلتها بيستشهدوا، يمكن تراكم المشاهد والمواقف صار عندها شوية قوة، صارت هي اللي تقوي أسرتها، تقوي أولادها. بنعرف إنه المرأة بشكل عام هي حاضنة الأسرة، هي اللي بتعطي الأمان لأطفالها. في ظل الظروف اللي إحنا موجودين فيها هلأ، أنت تخيل إن الأم ما بتكونش عارفة كيف تطمن أولادها في وسط صوت القصف والزنانة اللي بتطلع هاي في الجو، إنه هي خلص معروف هاي الزنانة اللي بتطلع في مكان راح ينقصف في هذه اللحظة. بتحاول إن هي تحتوي الأولاد، تطمنهم، ممكن تغني لهم، ممكن تحكي لهم أي قصة، تحاول تشغلهم بأي شكل ما. بس في ظل الوضع الحالي هي بتضل ماسكة فيهم عشان أول ما يحصل أي شيء تعرف
تطلع فيهم برا في منطقة أمان. بس بدي أحكي لك اللي أقوى من الست أو اللي إحنا اللي بنتأثر فيه أكتر منا إحنا الستات، مشاهد الأطفال، الرعب اللي هم بيشوفوه، النفضة اللي بتكون فيهم، ضعف الرجل لما تشوفه. يعني أنا بقول إنه إحنا كستات يمكن أقوياء، لما تلاقي الرجل اللي هو القوي، اللي هو سند العيلة، اللي هو المفروض إنه هو يكون هو الحجر الأساس اللي بيدعم عيلته، منهار. صعب صعب قهر الرجل، قهر الرجال زي ما بيقولوا، ده أصعب حاجة في الدنيا، أصعب شيء. وهذا اللي يمكن اللي عامل فينا، يعني أنا شخصيا كتير مأثر فيه. ده اللي يعني أكتر مشهد بيتحول لطاقة المقاومة، وده اللي بيتحول لطاقة الصمود. لما يشوف عيلته كلها، عيلته كلها بتروح منه، ده هو اللي بيتحول لهذه القوة اللي بنشوفها. يعني عيلته كلها بتروح منه بنهار، مشاهد كتير بتحزن القلب، لأنه إحنا متعودين على رجالنا إنه هم أقوياء، هم اللي بيوقفوا بوجه الاحتلال، هم اللي بيقاوموا الاحتلال. بس لما تلاقيهم، أنا عايزة أعرف أهلك وأصحابك بيحكوا لك إيه المشاهد اللي بتحصل؟ سامحيني، قصف طول الوقت، طول الوقت دمار، بيطلعوا من مكان بيروحوا لمكان بتلاقي فيه قصف. الاحتلال لما نشر انه انقلوا من اطلعوا من الشمال لاطلعوا للجنوب، وتم قصفهم، وشفنا كلنا المشاهد اللي انزعت. يمكن هو استهدف المنطقة اللي ما فيهاش تغطية إعلامية لحتى ما حدا يحكي، بس كمان انحكى. هو بيحاول دايما انه هو يغطي إعلاميا على المجازر اللي هو بعملها بحق شعبي. ناس كتير نزحت من الشمال او من وسط غزه من المدينه وطلعت على الجنوب، وشافت كمان قصف. طبيعه انسانيه، طبيعه الخوف من الحرب، خوف على اولادها. احنا عندنا مشكله انه احنا خايفين على الجيل تبعنا، لانه هذا الجيل هو اللي هيكمل المسيره، هو طبعاً اللي هيدافع عن الارض، هو اللي هيطالب بالارض. فهم طبعا كل استهدافهم للاطفال. فهدول يعني المجموعات اللي طلعت كمان نزحت، في منهم رجعوا دورهم تاني. يعني قال لك احنا طول الوقت احنا معرضين للخطر، فلا احنا بدل ما احنا بنكون مجهولي الهويه، يعني استشهدنا ومجهولي الهويه، ما حدش يعرف احنا عايشين ولا ميتين، احنا نرجع مكاننا ونرجع بيوتنا ونواجه قضاء ربنا. يعني صار في استسلام بالامر الواقع، بس في المقابل احنا مش هنترك هاي الارض، ثبات فيها. فالمشهد العام انه احنا حوالينا طول الوقت في ضرب، في بنشوف شهداء قدامنا بيترموا، أشياء ما بتستوعبها. يعني إحنا لما بنشوف أو بنسمعهم على التليفون في قوة في كلامهم، لما يردوا عليك بتحس إنه عندهم القوة، ما بتحس بضعفهم نهائياً، ما بنحس بضعفهم. يمكن إحنا ده اللي بيقوينا أكتر. إحنا أنا دايماً بحكي لهم إنه إحنا بنستقوى من قوتكم أنتوا. إحنا في الشتات برا لما بنشوف المشاهد هاي في الحروب هاي كلها بنضعف، بنخاف عليهم. لما نشوف حتى يعني ازاي الاب بيودع اكتر من ابن، اكتر من طفل، وبيحتسبهم عند ربنا، وعنده ايمان غير طبيعي، مش عارفين مصدر الايمان ده ازاي، قوي جدا، انه مستعد يقدم ابنه التاني والتالت والرابع في سبيل القضيه وفي سبيل التمسك بالارض. اكيد حضرتك كاتبه وصحفيه، وحتى الآن عدد من استشهد من الصحفيين أكثر من 55 صحفي. صوت الكلمة وصوت والكاميرا مهمة جدا في توثيق ما يحدث على الأرض. شايفة إزاي عمل زملائنا في غزة في تخطيط هذه الأحداث كصحفيين وإعلاميين؟ الصحفيين هناك ما بيناموش، يعني عملية اللي هو الاسترخاء 5 دقائق 10 دقائق عشان يقدروا يكملوا التغطيات. بتلاقي طول الوقت طبعا الاستهداف مباشر لإلهم، زي ما حضرتك حكيت انه هو استهداف للكلمة الحق، استهداف للصورة، انه ممنوع حدا ينقل صورة ايش اللي بيحصل جوات غزة. نفس الاشي شاهدناه على بعض القنوات، لا مراسلين في الضفة بمواجهة الاحتلال، كمان الصورة هناك كانوا بيتهددوا بالقتل
انه انت لو ما تحركت من هان رح تنقتل مطرحك. يعني ما عندهم اي ذره انس يعني تفاهم، يعني ما في عندهم تفاهم. هو بده دائما الصوره اللي بتتنقل للغرب انه هو بيدافع عن نفسه، انه هدول مجموعه زي ما بيحكي ارهابيه بيدافع عن نفسه، والغرب كمان بيثبت هاي المقوله او المفهوم المغلوط. المشكله احنا فين؟ في خطابنا احنا، الخطاب الاعلامي الموجه للخارج العربي بصفه عامه مش عارف ينقل الصوره صح، ولا هناك غض طرف متعمد من قبل الاعلام الغربي ومن قبل الغرب عما يحدث من مجازر في غزه؟ احنا كاعلام عربي بنشتغل على طاقتنا، الطاقه المحدوده اللي احنا بنشتغل فيها. بس في كمان ما ننسى كمان المجهود اللي بيعملوه رواد السوشيال ميديا. صحيح. يعني احنا صرنا نوجه الرسائل تبعتنا بالانجلش، اللي بيحكي بالعربي بيكتب الرساله تبعته بالانجلش بحيث ان هي توصل، اللي بيعرف انجلش كمان نفس الوضع بيحكي الرساله تبعته بيوصلها. صار في كحكومات غربيه هي داعمه للاحتلال بشكل واضح، واحنا شفنا هذا الكلام في قمه السلام، كانت واضحه مواقفهم اتجاه الاحتلال واللي بيعملوا فينا. بس كشعوب غربيه او شعوب عربيه، لا، هم متضامنين، كل واحد بيحاول ان هو يوصل الرساله في تظاهرات في وقفات. لما بتوصل لهم الرساله استاذه نجوى، صح؟ لما بتوصلهم هلا في توجه كامل، منصات السوشيال ميديا بتعمل حجب. يعني حتى مؤخرا ناس كتير اتكلمت عن انه ما تفعلوش الهاشتاجز، يعني احنا وقفنا الهاشتاج. احنا وقفنا شيء اسمه هاشتاج. كلمه مقاومه ما بنحكيهاش، ما بنكتبها بنفس ال اشكال ثانيه في صيغ ممكن نعملها عشان احنا بنتحايل على الخوارزميات بتاعه السوشيال ميديا بحيث انه احنا متقطعه، مثلا نحط انجليزي وسط الحرف العربي. بالضبط. القاف مكانها جي او جي. الكاف ممكن نحط بدلها الكيو او الكي. مش عارف يهمني ابدا يعني. تضلك تقطع فيها للكلمه، يعني احنا انا بحز على نفسي انه كلمه فلسطين ان انا مضطر ان انا اقطعها عشان توصل. علم فلسطين لو حطيته بكومنت ولا حطيته بالبوست او حطيته في فيديو بيتم حجبه. صرنا كمان ممكن نحط العلم تبعهم ونحذفه لتحت عشان ايش؟ بس الخوارزميات ما تقرا شو بنحكي، انه بس تشوف العلم تبعهم فتمرق. يعني يعني انا زبطت معي شويه، يعني في كم فيديو مشت، بعديها صاروا برضه ايه، تحسي انه في عمليه تطوير، بيركزوا اكثر في المصطلحات. صاروا اي مصطلح بيتجه ضد الاحتلال بيروحوا. بس ليها تاثير كبير جدا استاذه نجوى، تاثير اعتقد يعني ايجابي جدا على الراي العام العالمي. وشفنا كمان الايام اللي فاتت خروج مظاهرات، يعني في لندن مثلا في العاصمه البريطانيه مشهد عظيم جدا، يعني عدد كبير جدا من النشطاء ومن المناصرين للحق الانساني نزلوا في الشوارع ونزلوا في الميادين. قوه لا يستهان بها على فكره، يعني لما اعمل بوست او اعمل على السوشيال ميديا دي قوه ممكن تغير في راي الشعب وراي الشباب العالمي كمان يبقى متعاطف معانا. ما احنا املنا انه هاي الشعوب تقدر يعني تضغط على حكوماتها. حضرتك حكيت في بريطانيا طلعوا، في فرنسا طلعوا، في بلجيكا طلعوا، في امريكا طلعوا. صحيح. بس هل قوه هدول المجموعات اللي طلعت عندها القوه انه هي تقدر تتحكم او تغير قرارات دوله؟ هذا اللي بنقدر مع استمراريه الضغط ممكن. اتمنى ممكن تغير. ممكن اتمنى تحرك حكومات. اتمنى اتمنى. يعني الروايه الاسرائيليه من اول ما طلعت انه احنا ذبحنا واحنا عملنا عندهم مجازر وطلعت كاذبة في الآخر، وأخذوها سوقوها بشكل كبير، والحكومات الغربية وأولها أمريكا نفسها سوقت للموضوع ودعمته بشكل كبير بحيث أنه تحاول تسيطر على الغرب وقراراتها وتأخذهم لاتجاه حكومة الاحتلال. يعني بشكل واضح لقيناهم كلهم منحازين لإلهم وطلعوا وأكدوا حقيقتهم في الدفاع عن نفسهم. طب إحنا كشعب شو الدور اللي احنا المفروض نعمله؟ انه احنا نستقبل الضرب ونستقبل الاهانه ونستقبل التعذيب ونستقبل التهجير في سبيل انه ناس تانية ما لهاش حق بالارض تاخذها؟
يعني احنا بندافع عن ارضنا، هذا حقنا المشروع، القانون الدولي اعطانا حق الدفاع عن النفس. صحيح. هم ليش حارميننا منه؟ يعني ليش بيوصفونا بالارهاب في سبيل انه احنا بندافع عن ارضنا؟ احنا حركات المقاومه اللي موجوده، انا ما بتكلم على فئه معينه، احنا لما بيكون في حاجه زي هيك احنا كنا بنكون ايد واحده، المقاومه كلها بتبقى بطرف واحد هو وهدفها واحد، ما بنقول انه هذا فتح وهذا جهاد وهذا حماس وهذا ما فيش عنا. ساعه الحرب احنا كنا متكاتفين، ساعه الحرب احنا كنا ورا المقاومه لانه هذا حقنا الشرعي. طيب الموقف المصري لا يخفى على احد منذ القدم، يعني عقيده موجوده عند الدوله المصريه ان القضيه الفلسطينيه جزء من اهم أكيد. اولويات الخارج المصري. شايفه اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت واللي هيستمر يحصل ان شاء الله في دعم القضيه الفلسطينيه، ده تاثيره ايه على الارض في تحسين الاوضاع بالنسبه لاهالينا بس؟ طبعا انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره اتجاه القضية، وهذا مش جديد على مصر. مصر من زمان، من أيام جمال عبد الناصر، وهم داعمين للقضية ومتكاتفين معنا كشعوب. الدور اللي مصر بتقدمه في عليه ضغوطات مش هننكر، وأتمنى أنه يكون عنده القوة أنه يواجه هاي الضغوطات. تمام. مساعدات الحمد لله صارت تدخل وكلها بقرارات مصرية. عملية احنا بس الفكرة كلها او الرسالة اللي بدنا اياها انه توقيف نار، توقيف ضرب، توقيف الحرب. هي اكتر شغلة الناس هناك بتحاول ان هي توصلها. الدور المصري بالذات في قمة السلام اللي اتعملت كتير رائع، بس تواجه من جهات غربية بشكل سلبي، وكلنا شفنا هذا الشيء. لما انت جاي في مؤتمر دولي تدعو للسلام تيجي تخرج وتقول لا انا بدعم الاحتلال، طب انت اجيت ليش اصلا؟ اجيت ليش؟ يعني انت جاي من وجهه اللي هو تاكيد حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه باي صفه؟ مواقف كاشفه فضيحه ل بالضبط. هاي القمه كشفتهم بشكل واضح، كشفتهم بشكل واضح للجانب الغربي. جميل. طب ازاي نوثق المجازر والجرائم اللي بترتكب على ارض غزه؟ لان ده دور تاريخي مهم جدا لكل صحفي، وكل واحد بيقدر او يقدس اهميه الكلمه والتوثيق. احنا شفنا قصف المستشفيات، المستشفى المعمداني، شفنا قصف لدور عباده كنيسه الروم والمساجد. يعني احنا بنتكلم على جرائم امام اي شخص يمتلك اي حس انساني، هي جرائم حرب يعني بشكل ده توصيفها المباشر. صحيح. دورنا كصحفيين واعلاميين في غزه في توثيق هذه الجرائم. هو الوضع كله في التصوير، نقل الصوره بشكل واضح، محاوله توصيل الرساله بتاعتنا بشكل يلمس المجتمع الغربي، لانه احنا مشكلتنا كلها بالمجتمع الغربي وحكوماتهم، ان هم دائما يحسوا بالداخل. لازم نأكد على فلسطينية الأرض، لازم نقول إنه هاي الأرض فلسطينية، هاي الأرض مش هنتنازل عنها. الرسائل كلها اللي إحنا بنطلعها كصحفيين من غزة بتوصل هاي الرسائل، بتوصل معاناة الفلسطينيين جوا، بتوصل قديش هي المجازر غير إنسانية. إحنا بس الليلة هاي في 400 شهيد في كذا منطقة من غزة. من أصعب الأيام الخاصة 25 مجزرة تمت هاي الليلة. فدورنا إنه إحنا نوصل الصورة للعالم. نشكر حضرتك وبندعو للثبات لكل أهلنا في غزة. بنشكر حضورك ودايما شكرا. صوتك مسموع، ودايما الكوفية الفلسطينية دي منورة مع الخريطة وعلى طبعا. فلسطين تبقى دائما صوت لا يغيب أبدا. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الإعلامية الفلسطينية الأستاذة نجوى اقطفان. شكرا لك.